عشية الاحتفال بالذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة المصادف للفاتح من نوفمبر، وفي خطوة أخرى نحو تعزيز جسور التواصل مع المواطن، تطلق المديرية العامة للأمن الوطني موقعها الإلكتروني في حلة جديدة بتحديث عصري ومتناسق يسهل تصفح المحتويات والمعلومات، يوفر روابط سريعة تضمن الانسيابية في الانتقال والولوج إلى مختلف المنصات الرقمية للأمن الوطني. من خلال بوابة الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للأمن الوطني، المعلومة فورية، الشرطة الجزائرية أقرب.